هذا المساء مع رغد إبراهيم تناقش الليلة معارضات من النواب والدولة حول المادة 12 وغليان قبل الانتخابات. عراقيل وألغام على طريق الانتخابات الليبية، لربما أبرزها يكمن اليوم في الاعتراضات حول مواد قانون الانتخابات، المادة 12 تحديدا، والتي تنص على أن من يحمل صفة رسمية أو يقود مؤسسة سيادية في الدولة يجب أن يستقيل قبل إجراء الانتخابات بثلاثة أشهر، فيما يرى البعض أن هذا شرط منطقي، لأن كل مسؤول يستطيع استغلال المنصب الذي يديره لدعم حملة الانتخابية. البعض الآخر يرى أنه شرط يقصي شريحة كبيرة من الترشح في ليبيا. 49 نائب حسب رسالة النائب فوزي النويري فأنهم يرفضون المادة 12. رئيس مجلس الدولة في تصريحاته الأخيرة يرفض القانون ويحتج على ما وصفه السماح بترشح المجرمين. وبيان آخر صدر عن عدد من أمراء عملية بركان الغضب يرفضون فيه قانون الانتخابات، مشيرين إلى أنه مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. وفي ضوء هذه التحديات، ما هو مصير الانتخابات الليبية؟ وهل سيناريو العودة إلى المربع صفر متوقع؟ مشاهدينا أهلا بكم في هذه الحلقة من هذا المساء. نستقبل معنا حول هذا الرفض وهذه الاعتراضات لقانون الانتخابات أولاً عضو مجلس الدولة وعضو ملتقى الحوار، كذلك السيد عبد القادر لحويلي. أهلاً بك سيد عبد القادر في هذا المساء. أبدأ معك بالبيان الأخير الذي صدر تقريباً منذ ساعة تقريباً من أعضاء مجلس الدولة يرفضون فيه قانون الانتخابات تحديداً المادة 12. هل أنتم مؤيدون لهذا الرفض؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بكم الكرام ومشاهدي قناه الوسط. طبعا ان شاء الله يكون النت استرنا معكم فقط، لان النت ضعيف شويه. الحقيقه البيان لم يصدر بيان من مجلس الدوله، صدر بيان من مجلس النواب اللي حسب علمي يعني. لكن هناك ايضا بيان من مجلس الدوله صدر قبل قليل. نعم. هو أنا تعليقي سأعقب على بيان مجلس النواب الذين أصدروا بياناً يرفضون المادة 12. نعتبر أن هذا عبث على أعضاء مجلس النواب إذا أرادوا فعلاً حل هذه الإشكالية، لأنني أرى أن المادة 12 من القانون هذا ستنسف الانتخابات كما نسفت المادة الثامنة في الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي الليبي. فالوضع الصحيح يجب على أعضاء مجلس النواب إذا أرادوا فعلا أن تعقد جلسة رسمية ويلغى القانون وتشكل لجنة للتحاور مع لجنة أخرى من مجلس الدولة للاتفاق على قانون وصير، للوصول للتوافق ما بين مجلس الدولة ومجلس النواب تقصد هنا. نعم. رئيس مجلس الدولة البارحة في تصريحاته في ملتقى الذي عقد مع عمداء البلديات وسفراء كذلك أوضح رفض قاطع، خلينا نقول، لقانون الانتخابات وليس فقط للمادة 12، و احتج على القانون، رفض ترشح المجرمين حسب قوله، رغم أنه هناك تصريحات سابقة ليه وهي من أسبوعين تقريبا في قناة عربية، وقال فيه أنه رغم انعدام التوافق في الوقت الحالي لكنهم سيمضون بهذه العملية الانتخابية ولن يرفضوها ويقبلون ترشح أيا من كان في هذه الانتخابات. فكيف تعلق على هذا؟ لا أستطيع أن أعلق على أن رئيس المجلس الأعلى للدولة قال هذا الكلام، لأن احنا واضحين بالنسبة للرفض. كما قلت لك أن الرفض يجب أن يكون على أعضاء مجلس النواب إلغاء القانون أولا والتحاور على إنشاء قانون جديد، هذا ما قلته. ولكن رئيس المجلس الأعلى للدولة واضح وصريح بالنسبة لبعض المواد التي ذكرها تتيح للمجرمين، وهي
المادة التي تقول أن يجب على المترشح أن يحضر أن لا يكون قد حكم عليه حكما باتا، يعني المترشح الذي في اتهام وهو في قبضة العدالة تحت المحاكمة وتحت المحاكمة حاليا يستطيع أن يترشح بهذه القوانين، ولا وهذا يعتبر عبث، لأن ربما هذا المترشح ينجح في الانتخاب. طيب ممكن نكون بس فقدنا الاتصال مع صايدة عبد القادر وعنده مشكلة في الانترنت مثل ما أشار هو في بداية هذه الحلقة. أذهب وأرحب بالسيد عبد المنعم بالكور عضو مجلس النواب. سيد عبد المنعم أهلا بك في هذا المساء. سيد عبد المنعم، استمعت أكيد لما صرح برئيس مجلس الدولة من رفض جملة وتفصيلا لقانون الانتخابات، وكذلك بيان مجلس الدولة أيضا اللي كان قبل قليل، وبيان مجلس النواب من جهة أخرى اللي قدم السيد فوزي النويري. أولا، هل أنت مؤيد لما للبيان المرسل للمفوضية من قبل النائب فايز النويري وموقع كثيرة من الأسماء كذلك في هذا البيان؟ نعم، مساء الخير لك سيدة رغدة ولضيوفك وللسادة المشاهدين قناة الوسط. هو خلينا ناخذ الموضوع بخصوص الانتخابات. الانتخابات خلينا نقيمها، نقول هل هي وسيلة أم هي غاية؟ إذا كان هي غاية في حد ذاتها هذا موضوع ثاني، يعني احنا ما نعرفوش عواقبها شنكون، لكن إذا كان هي وسيلة بهدف تحقيق الاستقرار وتحقيق الأمان والانتقال السلمي للسلطة، إذن يجب أن تكون الانتخابات على أسس سليمة وبحيث تسمح بمشاركة الجميع دون إقصاء لأحد. الذي حدث أن النواب أصدر القانون رقم 1 في سبتمبر، أعتقد يوم 8 سبتمبر، ولكن طلبت المفوضية إجراء بعض التعديلات في جلسة 21 أكتوبر. أجرى مجلس النواب، بعض أعضاء مجلس النواب في جلسة كانت محدودة العدد، بعض التعديلات، وهذه التعديلات هي التي يعني حدثت أو يعني خلقت مشكلة بالنسبة لآليات الترشح. بالرغم من تحفظنا، على حتى على القانون الأول، قانون رقم 1 الذي صدر دون أن يتم التصويت عليه كحزمة واحدة وبشكل نهائي. يعني فعلا يعني تم هذا القانون، ولكن هذا القانون تم التصويت على بعض المواد ومن ثم خرج دون أن يتم التصويت عليه في بشكل نهائي، وهذه مشكلة، يعني مشكلة كبيرة. وقد أصدر بعض النواب بيان في ذلك الوقت بأن هذا القانون لم يلاقي أو لم يحصل على الأجراءات القانونية المتبعة، وخاصة المادة 138 من النظام الداخلي اللي تقول أن القوانين يجب أن يتم التصويت عليها كحزمة واحدة. التعديل هو القانون رقم 3 اللي عدل، يعني عدل خلينا مادتين أساسيتين. المادة الأولى بخصوص الجنسية، يعني الجنسية، احنا لما نقول أن رئيس الدولة أي شخص بيترشح لرئيس الدولة يجب أن لا يحمل أي جنسية دولة أخرى. وطبعا هنا فيها يعني فيها مغزى، احنا لما نقول لما يجي رئيس للدولة وعنده جنسية أخرى مشكلة مهما كانت الطريقة اللي تحصل بها على الجنسية، سواء كان معارض في الخارج أبان العهد السابق أو كان حتى مأذون له من قبل السلطات في ليبيا. هذه يعني مشكلة كبيرة يعني في هذه، وبالتالي التعديلات هي التي خلقت مشكلة. يعني اليوم لاحظنا ان المادة 12 موجود بها مشكلة فعلا، وهذه تقصي أطراف عديدة من الترشح للدولة. لكن تصريحات قبل هذا، بس ذكرت أنها فعلا تقصي شريحة كبيرة الآن من الليبيين، لكن البعض الآخر، وأنا ذكرت هذه النقطة حتى في بداية هذه الحلقة، إنه البعض الآخر يرى أنه من غير المنطقي بأن يكون شخص مسؤول في وظيفة قيادية في الدولة الليبية ويكون مرشح كذلك للانتخابات، لأنه يستطيع أن يستخدم كل نفوذه وكل قوته في هذا المنصب في صالح حملته الانتخابية، وهذا يجري الآن لما نتحدث عن بعض الأشخاص الموجودين حالياً في السلطة. هو لو رجعنا للنظم الدستورية، احنا شفنا ترامب هو رئيس دولة، رئيس أكبر دولة في العالم الولايات المتحدة، وكان منافس لبايدن. يعني هذا من ناحية، لكن من ناحية أخرى خلينا نذكر، يعني في جلسة سبتمبر الخاصة بمناقشة قانون الرئيس، نحن تقدمنا وقلنا أي شخص له الرغبة في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية يجب أن يقدم استقالته من ضمن ملف أو من ضمن مستندات
ترشحه لهذه الوظيفة. وبالفعل يعني تم على هذه المادة وأخذت اللي هو الأغلبية المطلوبة لتمرير المادة. حدث اعتراض من بعض أعضاء مجلس النواب وتم إلغاء هذه المادة وتعديلها بصياغة جديدة اللي هي تقول هذه الصياغة أن أنا أي مترشح أو أي مواطن مدنيا كان أو عسكريا يجب أن يتوقف عن أداء مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر. في ذلك الوقت وفي ذلك القانون لم يحدد حتى تاريخ الانتخابات، على الرغم من أن 24 ديسمبر هو تاريخ قد يكون استرشادي، وهناك في ذلك الوقت يعني يكاد يكون هناك إجماع على هذا التاريخ. لكن المشكلة التي حدثت أن المفوضية العليا للانتخابات قدمت مقترح بأن يتم تعديل المادة 12 وفق الصياغة التي صدر بها القانون رقم 3، وهي تقول أن اللي هو كل مترشح مدنيا كان أو عسكريا يجب أن يتوقف عن أداء مهامه قبل 24 ديسمبر 2021. وهذا يعني أن التاريخ هنا يسري بأثر رجعي، إذن ليس بإمكان أي مسؤول أو أي هو حتى لدرجة أنه يعني مسؤول في وظيفة قيادية أن يعلن ترشحه على اعتبار أن هذا القانون قد صدر في 21 أكتوبر، يعني قبل موعد الانتخابات ب 63 يوم. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصل إلى 90 يوم، وهذا فعلا يعني فيه مخالفة كبيرة ويقصي شريحة كبيرة من الأطراف الذين يرغبون في الترشح إلى منصب رئاسة. نعم، دعني أنتقل أيضا إلى ضيفنا. نرحب بالسيد محمد العباني عضو مجلس النواب. كذلك سيد محمد، أهلا بك في هذا المساء. في ضوء هذه التحديات الآن وربما آخرها بيان من مجلس الدولة وأيضا تصريحات رئيس مجلس الأعلى للدولة البارحة، كذلك في ضوء كل هذه التحديات، ما هو مصير الانتخابات الليبية برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أنتهز هذه الفرصة لأحيي ضيوفك وأحيي مشاهديك أينما كانوا. ما يدور الحقيقة من لغط ومن تفسيرات قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، وسبق لي وأن قلت، ومن أقوال ومن تصريحات، الكل حر أن يقول والكل حر أن يصرح، ولكن ما هو حقيقة وواقعا ما أنتجه القانون رقم 1 لسنة 2021 بشان انتخاب الرئيس بكامل مواده، وما تم إدخاله عليه من تعديلات طلبتها المفوضية وصدر بها القانون 3، ثم تعديل العمر من 40 إلى 35 سنة. هذا واقعا، وعلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن تلتزم بهذه التشريعات، وهي جهة فنية تعمل على تنفيذ هذا التشريع، ولا يحق لها أن تعدله أو أن تلغي فيه أو أن تضيف إليه نصوص. الآن اللغط كثير يدور حول المادة 12 والمذكرة التي صدرت من قبل السيد فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والذي طلب فيها من المفوضية أهمال تطبيق المادة رقم 12 نتيجة لمذكرة تقدم بها 56 نائب يطالبون فيها بوقف العمل بهذه المادة. الحقيقة والواقع أن من يوقف تنفيذ القانون هو الذي يصدره، ومجلس النواب هو الجهة التي تصدر في القوانين. كان الأولى بالأستاذ فوزي النويري أن يعرض الأمر على مجلس النواب ويطلب بمذكرة مقدمة من المفوضية أن يطلب من المجلس البدء في وقف العمل بالمادة 112، بمعنى أنه يدخل تعديلا آخر على القانون رقم 1 بوقف العمل بالمادة 12. أما مذكرة هو يرسلها ويطلب فيها، هذا إجراء غريب على التشريعات، وإن كان هذا الرجل يشغل منصب الرئيس حاليا، فلا يحق لرئيس مجلس النواب أن يدخل أو يعمل رأيه في القوانين الصادرة.
وإن كان له الحق أن يعرض ذلك على المجلس، مجلس النواب لم يقرر في هذا الشأن شيئا. نعم. إذن المذكرة الذي يدور حولها اللغط الآن هي مذكرة محترمة موقعة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ولكن موضوعها لا يمكن القبول به حيث أنه غير مختص بما ورد فيها، وعارف أنت عيب الاختصاص يبطل، بالتالي المذكرة هي باطلة بطلانا مطلقا لأن نائب الرئيس غير مختص بتعديل القوانين، ولا الرئيس ولا أي فرد من أفراد أو من أشخاص مجلس النواب، أي عضو غير مختص بتعديل، ولكن مجلس النواب مجتمعا يستطيع أن يعدل بالإضافة أو باللغي أو بإصدار أشياء جديدة. طيب يعني نستطيع أن نقول أن ما قدمه من بيان سيد فوزي نويري يعتبر يمثله أو هو شيء فردي وليس بمشاركة كل النواب؟ نعم. طيب دعني أنتقل لسيد عبد القادر مرة أخرى. سيد عبد القادر، رئيس مجلس الدولة قال أنهم سيقاطعون الانتخابات، وأن مجلس الدولة والأطراف التي ترفض قانون الانتخابات ستقاطع هذه الانتخابات. الآن بالنسبة لكلمة مقاطعة الانتخابات، هل نحن نعني أنه لن يشارك فيها هؤلاء الأطراف، لن يشاركوا في هذه الانتخابات، أو نفهم أنها ستكون هناك عرقلة للانتخابات إذا بقي القانون بهذا الشكل؟ الصوت ما وصلنيش مازال. سيد عبد القادر، سيد عبد القادر أنت بس أعتقد كاتم الصوت، ممكن إذا بس تفتح الصوت. سيد عبد القادر أسمعك. نعم، وأني نعم. نسمع فيك الآن، تفضل. سمعت لسؤالي، وممكن تفتح الكاميرا كذلك، يقولوا لي إنه مش فاتح سؤالي. الكاميرا استمعت لسؤالي. أوكي. أنا بنشتغل بدون كاميرا باش يطلع الصوت واضح يعني. أوكي تفضل. نحن قلنا كلامنا واضح، وهو أننا معارضون لهذه الانتخابات بهذه القوانين المعيبة. لن تجرى انتخابات، أعتقد، وأن الوقت حتى 24 ديسمبر أصبح غير قابل لإجراء انتخابات عادلة، أقول عادلة، وليس لم أتحدث عن النزاهة والشفافية والمصداقية. أقول انتخابات عادلة. الانتخابات العادلة هناك عدة مراحل للانتخابات، اللي هي مرحلة السجل الانتخابي وعرضه والطعون فيه، وهذا على الأقل نحتاج إلى 24 يوم، أسبوع للطعون وأسبوع للحكم الأول وأسبوع للحكم الاستئناف، وأيضا هناك عرض المترشحين، وأيضا نحتاج إلى 3 أسابيع نفس الشيء. ممكن هذه المرحلتين يتم دمجهم في مرحلة واحدة، ولكن العملية الانتخابية وهي أيضا تحتاج إلى 3 أسابيع للطعون وللفصل فيها وللاستئناف، وأيضا النتائج الأولية للطعون والفصل فيها. يعني بهذه الحالة لكي نكون بانتخابات بمصداقية عادلة ذات معايير دولية نحتاج إلى 63 يوم من يوم الاتفاق على القوانين. حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق على قوانين الانتخابات. لا أعتقد أن هناك انتخابات 24 ديسمبر. يعني أنا شخصيا رأيي الشخصي هذا أن 24 ديسمبر ربما يكون لانطلاق الانتخابات وليس لنهايتها. وإذا عملت انتخابات في 24 ديسمبر أعتبرها كأنها تصعيد شعبي مباشر، كما كنا نفعل في فترة حكم القذافي، كانت التصعيدات والتغييرات وأمناء اللجان الشعبية وأمناء المؤتمرات. طيب إذا تمت سيد عبد القادر، إذا كان الانتخابات تمت بهذا القانون الآن، ما هو السيناريو المحتمل أو ما هو التحرك المتوقع من قبل الرافضين؟
مطلب مجلس الدولة أو غيره؟ أنا أتوقع المفوضية كما صار تعطيل في درنة، لم نجري انتخابات في درنة ولم نجري انتخابات في مرزق، لم تجرى انتخابات في المناطق التي صدرت فيها بيانات أنها رافضة، البيانيات التي أعلنت بيانات قوات بركان الغضب التي أعلنت بياناتها، ربما في هذه المناطق لم تجرى انتخابات. طيب دعنا ننتقل لسيد محمد العباني أيضا. سيد محمد، هل توافق بأنه بهذا الرفض اليوم، رفض بعض البلديات، ربما رفض بعض الأطراف حتى تاريخ 24 ديسمبر، من الممكن أن يؤجل؟ لا، أولا لابد أن يعرف المستمع الكريم ما معنى 24 ديسمبر 2021، وعندما أقول يجب أن يعرف، يوم 24 ديسمبر 2021 تم تحديده في تونس وجنيف، وفرح الشعب الليبي بهذا التاريخ، ولكن لهذا التاريخ لابد من استعدادات، وهي الاستعدادات لإجراء الانتخابات في هذا التاريخ. من هذه الاستعدادات، من يحدد هذا التاريخ؟ إذا اتبعنا المنطق والقانون وما تقوم به المفوضية العليا للانتخابات، نجد أن هذه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد بدأت بداية صحيحة بفتح فتح السجل الانتخابي وتحديثه في الداخل والخارج، وقدمت مشروع قانون انتخابات الرئيس وانتخابات مجلس النواب وانتخابات مجلس النواب إلى مجلس النواب، الذي درسها وصدر أو أصدر قانونين متلاحقين، القانون رقم 1 بانتخاب الرئيس والقانون رقم 2 بانتخاب مجلس النواب. والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهي الجهة الفنية التي ستقوم بإجراء الانتخابات وفقا لهذه القوانين، لاحظت بأن هناك قصور في هذه القوانين وطلبت تعديلات. أدخل مجلس النواب هذه التعديلات في القانون رقم 3 والقانون رقم 4. بدأت المفوضية العليا للانتخابات بعد حصولها على هذه التعديلات المطلوبة ببدأ الإجراءات للترشيح، وهي فتح باب التسجيل لمن يرغب في الترشيح سواء للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وبذلك لم تحدد المفوضية يوم الانتخابات، ولكن حددت تواريخ التسجيل، بحيث فتحت التسجيل للانتخابات الرئاسية حتى يوم 22 نوفمبر 2021، والانتخابات البرلمانية حتى 7/12/2021، ولم تعلن حتى هذه اللحظة عن اليوم الانتخابي. واليوم الانتخابي لعلم الجميع قد حدده القانون رقم 1 في المادة 16، وهو اليوم الذي تطلب أو تقترح فيه المفوضية العليا للانتخابات هذا اليوم، يوم الانتخاب ويوم الإعادة إذا كان هناك جولة ثانية، ومجلس النواب هو الذي يقرر هذا التاريخ، سواء تاريخ بدل اليوم الانتخابي أو تاريخ الجولة الثانية للانتخابات، وتكون هذه الأيام عضو. وهذا ما لم تطلبه المفوضية حتى الآن. بالتالي مازال تاريخ 24 ديسمبر 2021 هو يوم مأمول وليس مقرر. طيب نشكرك جزيل الشكر سيد محمد العباني عضو مجلس النواب. أعود لي سيد عبد القادر في أمر آخر. سيد عبد القادر، البيان من الدولة وعمداء البلديات حملوا رئيس المفوضية ومن أصدر القانون الانتخابي مسؤولية العواقب الخطيرة التي قد تنسف ما أسموه بالخطوات الإيجابية نحو الاستقرار. ما هي المسؤولية هنا التي يتحملها أو يرى الرافضون أن رئيس المفوضية يتحملها في قانون الانتخابات، رغم أن دوره هنا هو فقط دور فني وليس دور لإقرار القوانين أو حتى تعديلها؟
فقط تعقيب على ما تدخل به السيد الكريم محمد العباني بخصوص تاريخ الموعد الانتخابات. يجب أن يتم تحديد موعد الانتخابات ولا يفتح السجل الانتخابي إلا بعد تحديد يوم الانتخابات، لكي يسجل كل الشباب الذين وصلت أعمارهم إلى سن 18 سنة، يعني يوم الانتخاب ويوم الإعادة. حتى يوم الإعادة، بعد يوم الإعادة، يعني المفروض في هذه الفترة بين الانتخاب والإعادة يجب أن يفتح سجل مرة أخرى ويعطى فرصة للشباب الذين وصلوا عمرهم 18 سنة إلى يوم الإعادة. يعني هذا، يعني يجب أن القانون واضح من البداية، يجب أن نتفق على القوانين أولا ثم نذهب إلى تحديد تاريخ موعد الانتخابات. عندما نحدد تاريخ موعد الانتخابات نقوم بفتح السجل الانتخابي لتسجيل الشباب الذين وصلوا العمر. طيب. وبعدها نغلق ونجري العملية ونحدد موعد الإعادة ونفتح السجل مرة أخرى ونقدم وتتم العملية بسلاسة. هذه أما تحديد مسؤولية المفوضية، رئيس المفوضية للأسف تدخل في شأن سياسي. رئيس المفوضية عندما أصدر مجلس النواب القانون رقم 6 لسنة 2018 بخصوص الاستفتاء على الدستور منفردا كما حدث هذه المرة، اعترض المجلس الأعلى للدولة، وفي ذلك الوقت رئيس المفوضية التزم لهذا الاعتراض وقال أن هذا القانون غير متفق عليه فلن ينفذ عملية الاستفتاء. أما الآن لأنه في ذلك الوقت تماهى لأنه لا يريد الاستفتاء في ذلك الوقت، أما الآن لأنه عليه ضغوطات ويريد الانتخابات فلم يلتزم برسالة المجلس الأعلى للدولة الذي طلب منه عدم التماهل وعدم الامتثال للتنفيذ، ويجب أن يبين أن هذا القانون غير متفق عليه. طيب نشكرك. لا كمل هذه النقطة فقط بس بإيجاز. وكما قال في اجتماعنا به في تونس عندما في الملتقى الحوار السياسي الليبي، قال الانتخابات تحتاج إلى توافق سياسي، توافق مجتمعي لكي تنفذ. يعني حتى هذه اللحظة يرى هو بعين الاعتبار أنه لا. طيب أكيد بس تعقيبا على هذا الشيء يا سيد عبد القادر، طيب أكيد محتاجين توافق في هذا الوقت، ولكن ما دخل رئيس المفوضية بإيجاد التوافق أو بانتظار تحقيق التوافق؟ هو من وجهة نظره وحسب حتى ما قيل في المؤتمر الصحفي الأخير لهم بأنه يتعامل مع مجلس النواب كهو الجهة التشريعية، هو مفروض يتعامل مع هذا الجسم، وليس من المفترض أنه ينتظر أن يحدث توافق ما بين جسم استشاري وما بين الجسم التشريعي. هذا دور الأطراف الأخرى، دور الطرف الأممي أو البعثة الأممية، دورها أنها تحقق هذا التوافق، ودور الأجسام نفسهم أنه يحققوا هذا التوافق. كان عليه أن ينفذ الاستبداع على الدستور إذن. طيب. لا يجب أن يسمح، هو مدافع. كان مفروض يسمع لمجلس الدولة هنا. طيب. نشكرك جزيل الشكر سيد عبد القادر وسيد كذلك محمد العباني عضو مجلس النواب. سيد عبد المنعم بالكور عضو مجلس النواب كذلك ما زال مستمر معنا في هذه الحلقة، وبعد الفاصل هينضمنا السيد سعد بن شرادة أيضا عضو المجلس الأعلى للدولة. مشاهدينا فاصل ونعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذا المساء. نستقبل معنا مرة أخرى السيد عبد المنعم بالكور عضو مجلس النواب، وأيضا السيد سعد بن شرادة ينضم لنا الآن عضو المجلس الأعلى للدولة. أهلا بكما في هذا المساء. أبدأ بالسيد عبد المنعم بالكور مرة أخرى. سيد عبد المنعم، هل هناك تلويح بالحرب اليوم من قبل الرافضين للقانون برأيك؟ هل هناك مخاوف من تكرار سيناريو 2014؟ نعم سيدة رغدة، يعني هذا ما لاحظناه اليوم من خلال البيان الصادر من أمراء أو قادة البنية المرصوص، عملية بركان نظر البنية المرصوص. يعني بالفعل يعني اليوم يعني لازم البحث عن خيارات أو حلول لهذه الأزمة اللي تمر بها العملية الديمقراطية في ليبيا. 24 ديسمبر هو تاريخ مستهدف، وفعلا يعني كلنا نبغى الانتخابات، الليبيين كل يريد انتقال سلمي للسلطة من خلال العملية الانتخابية.
لكن هناك بعض المعوقات التي يجب التغلب عليها. أولا ويريد تعطيني فرصة خلينا نعدد على الأقل بعض النقاط اللي يجب أن يقوم بها مجلس النواب بالدرجة الأولى. اليوم إحنا ما فيش قاعدة دستورية، يعني شوفي حتى اختصاصات الرئيس هي اليوم موجودة في قانون، والقانون تعديله سهل، يعني ممكن بكرة يجي مجلس النواب ويعدل في القانون رقم 1 اللي فيه اختصاصات الرئيس ويسحب صلاحيات الرئيس، أو يعطي صلاحيات للرئيس صلاحيات مطلقة يعني تعيد الدكتاتورية في البلاد، وهذه مشكلة خطيرة. يعني أيضا هناك أزمة دستورية، يعني إحنا اليوم ما ينظم اللي هو العملية الدستورية في ليبيا عندنا الإعلان الدستوري وتعديلاته، عندنا مقترحات فبراير اللي تعتبر جزء من الإعلان الدستوري واللي فيها حكم محكمة، عندنا الاتفاق السياسي اللي فيه خلاف حول تضمينه من ضمن الإعلان الدستوري أو غير مضمن، فيه اللي يقول غير مضمن وفيه اللي يقول غير مضمن، وعندنا أيضا خارطة الطريق اللي نتجت عنها الحكومة الأخيرة، وهذه كلها تتضرب مع بعض، وبالتالي نحن محتاجين إلى قاعدة دستورية تسوي كل هذه الخلافات في النصوص الدستورية. شوفي يعني حتى في منح الثقة في اعتماد الميزانية دائما هناك خلافات، في اللي يقول الميزانية 120 وفي اللي يقول تبي أغلبية عادية، هذه كلها تحتاج إلى تعديل دستوري يلغي كل اللي هم النصوص السابقة ويجيب نصوص جديدة تنظم العملية اللي هو أساسية في المستقبل، وهذه رأي ليس بالأمر الصعب، يعني مجلس النواب يجتمع ويصوت عليه قاعدة دستورية جديدة تنظم الحياة السياسية للمرحلة المقبلة. نحتاج قاعدة دستورية يعني. نعم قاعدة دستورية لأن هناك مشكلة، يعني حتى لو جرى الانتخابات بهذا الشكل ووفق النصوص الحالية حتصير فيه خلافات بين مجلس النواب وبين رئيس الدولة وبين الحكومة، وكل هذه تحتاج إلى تعديل وتحتاج إلى إلغاء اللي هو السابق اللي فيها تضارب بالكامل واللي هو قاعدة دستورية جديدة. الشيء الثاني إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الأقل على القوانين الانتخابية وخاصة قانون انتخاب الرئيس. فيما يخص المادة 12 يجب أن يتم على الأقل إلغاء هذه المادة أو تعديلها، لأن اليوم أنت بتطبق مادة بأثر رجعي وهذا يتضرر منها كثير من الذين لهم رغبة في الترشح لمنصب رئيس الدولة. أيضا في قضية كبيرة ويتمس الأمن القومي اللي هو موضوع الجنسية، وهذه المادة الخاصة الجنسية، الفقرة هذه الخاصة بالجنسية من ضمن الشروط اللي تم مناقشتها مناقشة يعني طويلة داخل مجلس النواب، وتم الاتفاق على أن يعني أي شخص يرغب في الترشح يجب أن لا يحمل جنسية دولة أخرى، حتى إن كان عنده جنسية يجب أن يتخلى عليها، ويوم ترشحه للانتخابات الرئاسية يكون لا يحمل إلا الجنسية الليبية فقط. زملائنا في مجلس النواب 13 نائب اجتمعوا في جلسة وعدلوا هذه المادة بحيث أنه يستثنى منها من أعطيت له الجنسية يعني بطريقة إذن من الدولة. القضية مش قضية بإذن أو بإذن، بموافقة أو بدون موافقة، القضية قضية مثل الأمن القومي، مسألة الجنسية يعني كيف شخص عنده جنسية دولة أخرى حتى وإن كان أخذها أو اكتسبها بإذن أو من الدولة، هذه حقيقة يجب أن يتخلى عن هذه الجنسية، وهذا أساسي القضية الجوهرية. طيب خلينا نمشي للسيد سعد بن شرادة. أيضا أرحب بك سيد سعد في هذا المساء، طبعا عضو مجلس الأعلى للدولة. سيد سعد، هناك اليوم تلويح ربما بالحرب من قبل الأطراف، تلويح بمقاطعة الانتخابات، بعرقلة الانتخابات، بحراك في الشارع يرفض الانتخابات بهذا الشكل والقانون بهذا الشكل. هل نتوقع الآن عرقلة للانتخابات إذا ما تم تمرير القانون بهذا الشكل وعدم الأخذ بالتعديلات التي تتطلب منه أن يقوم بها الآن؟ سيد سعد هل أنت في الاستماع؟ طيب سيد سعد استمعت لسؤالي؟ الآن صوتك معنا. طيب سأعيد لك من جديد، هناك تلويح وكأنه هناك تلويح بالحرب اليوم من قبل الأطراف الموجودة من قبل أو بسبب عدم التوافق كذلك مع المجلس الأعلى للدولة، هناك رفض لهذه الانتخابات، هناك حديث عن مقاطعة الانتخابات. هل ممكن
هذه البيانات وهذه المطالب والحديث عن حراك مدني وحراك في الشارع ضد الانتخابات الحالية أن يصل إلى حد عرقلة هذه الانتخابات، ما المتوقع برأيك؟ أولا تحياتي لك سيدتي، وأهلا وسهلا بك ضيوفك الكرام ومشاهدينك الأعزاء. الحقيقة يعني دعنا يعني نقول أن ما موقف الطرف الذي لا يرى في هناك خلل في التشريعات اللازمة لهذا الاستحقاق، ومن ناحية المبدأ الكل يعني متفق على يجب أن يكون انتخابات عامة رئاسية برلمانية متزامنة حتى تنهي هذا الجدل التشريعي ما يحدث في البلد طيلة الست سنوات أو سبع سنوات. أيضا يعني من مطالب الآن بتشريع يعني بتصويب التشريع أو القوانين لهذا الاستحقاق لديه تخوف من ما بعد الانتخابات. هي المشكلة نحن اليوم ليس في الانتخابات يوم 24 الكل يذهب إلى الصندوق ويدلي بصوته كمواطنين ليبيين ويرجع إلى دكانه أو يرجع إلى منزله أو يرجع إلى مكتبه، يعني ليش غريبة يعني أو ليش صعبة يعني. ولكن التخوف هو يوم 25، يعني التخوف هو يوم خروج النتائج. يعني هناك خاسر ورابح، وهناك أيضا كم هائل من السلاح في ليبيا، هناك مؤسسة عسكرية منقسمة، هناك ميليشيات، هناك مجموعات مسلحة، هناك مدن، هناك وهناك، وهناك تهديدات حتى اليوم إذا فاز حفتر أو سيف الإسلام حسب حديث رئيس المجلس الأعلى للدولة البارحة. هو ليتي لا، وبالنسبة بالنسبة إذا كانت هناك قوانين صحيحة متوافق عليها لا أحد يقول لا نقبل فلان أو علان. ما دام قبلنا الصندوق فنقبل كل، نقبل سيف، نقبل أي شخص، يعني أي ليبي يتقدم، أنا أنظر كل الليبيين يتقدموا يقبلوا، ولكن يكون بتشريعات صحيحة حتى لا يجد ظلته من يريد يعرقل الانتخابات، أو من له رأي آخر، من له يعني مسبق عدم قبول شخص مسبق. اليوم حتى من وافق على الانتخابات، وهذه معضلة لدينا ولنا تجربة في السابق، يعني اليوم حتى من قبل الانتخابات ويدافع عن قبول الانتخابات ويدافع على يوم 24، أعتقد أن يوم 25 حيتغير كلامه إذا فقد الفوز. إذا فقد الفوز سيطلع بحجج ويقول أن هذا القانون كان ليس بتوافق الليبيين، ليس بتوافق الأجسام الموجودة المخرجات الاتفاق السياسي وينتهي إلى انقسام، وربما لا سامح طيب الله دعني تكون حرب. نعم. ولكن نحن نبي بس نرجع للسيد عبد المنعم في نقطة التوافق الآن. سيد عبد المنعم بس سريعا، لماذا تجاهل مجلس النواب، لماذا تجاهل عنصر التوافق هنا؟ يعني غياب التوافق سبب مشكلة بعدها، ومن المحتمل أنه سبب مشاكل بعدها حتى في مسألة القبول بالنتائج مثل ما قال الآن سيد سعد. لماذا تجاهل هذه النقطة؟ ولماذا كما يبدو الآن أن المجتمع الدولي، حتى هذه من ضمن ما قيل في الملتقى البارحة، بأنه وكأن المجتمع الدولي غير آبه لما أطلق عليه بمخالفات النواب من قبل المجلس الأعلى للدولة؟ فعلا يعني هذا ممكن ان يحدث عمليه اصطدام بالواقع اللي نشوفه فيه اليوم. ان احنا وانا ذكرتها في بدايه حديثي، هل الانتخابات غايه ام وسيله؟ الانتخابات في تصوري ليست غايه، هي لابد ان تكون وسيله لتحقيق الامن والاستقرار والتحول السلمي في هذه البلاد المنقسمه الان، اللي عانت من حروب وانقسامات وحروب اهليه، وبالتالي لابد ان يتم مراعاه او اخذ هذا العنصر في الاعتبار. صحيح ان مجلس النواب اصدر قانون اللي هو الانتخاب الرئيس، وكما ذكرت لك يعني صدر بالمخالفه من طرف رئيس مجلس النواب ولم يتم التصويت عليه حزمه واحده، ثم اجرى تعديل خطير
في نقطتين أساسيتين ذكرتهما، هما شرط الجنسية وأيضا اللي هو شرط التوقف عن العمل قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وحدد يوم 24 ديسمبر، وبالتالي صدر كأنه يكون بأثر رجعي، وهذا لا يمكن تحققه في هذه الحالة. إذا فقدنا عنصر التوافق ومنح الفرص لكافة الأطراف بأن يكونوا متساويين الفرص، وهذه طبعا مشكلة كبيرة، ومن الممكن كما ذكرت من الممكن معالجتها. يعني الآن حتى لو أردنا أن نحافظ على يوم 24 هذا أمر ممكن جدا، لكن يتطلب انعقاد مجلس النواب في أي مدينة يتم التوافق عليها، وهذا طبعا دور النائب الأول المكلف برئاسة مجلس النواب الآن، يجب أن يدعو النواب إلى جلسة كأن تكون في مدينة غدامس، على اعتبار أن حتى المطارات مقفلة بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، ومن خلال هذه الجلسة يتم تصحيح المسار. نعم. بأن يتم إقرار قاعدة دستورية يتم العمل من خلالها خلال المرحلة المقبلة، وأن يتم تعديل انتخاب قانون الانتخاب الرئيس على الأقل في مادتين أساسيتين هما شرط الجنسية. يعني حقيقة لا أعتقد أن الليبيين سوف يقبلون بترشح أي شخص يحمل جنسية غير جنسية ليبية، وأيضا فيما يخص المادة 12 اللي هي الخاصة بالتوقف عن العمل، كأن تحذف هذه المادة أو تعدل على الأقل تصبح الترشح قبل شهر من إجراء الانتخابات، بحيث أن يستطيع أي شخص أن يتوقف قبل 24 نوفمبر عن أداء مهامه إذا كان يرغب في الترشح. نعم سيدة. نعم أعود للسيد سعد بن شرادة، هناك سؤال سأل السيد عبد المنعم وأوجه حتى ليك الآن. بالنسبة للانتخابات الآن هناك تساؤل، هل الانتخابات الآن هي غاية أم وسيلة؟ هل التأسيس الآن البعض يقول أنه خاطئ بعض الشيء، كيف هنستمر بهذا التأسيس في المستقبل القريب لليبيا؟ مثل ما أشرت يوم 25 هو اليوم اللي هنعرفه فيه أو سنرى إذا كان ستقبل النتائج أو لا، أو يعني بشكل مجازي يعني ما بعد 24 ديسمبر. فبرأيك وقراءتك للمشهد الآن، هل الانتخابات أو هل يعامل الأطراف اليوم الانتخابات كغاية أم كوسيلة؟ هو الانتخابات يعني عارف الموقف الانقسام والمناكفات، و هناك أطراف ترى أن نمشي الانتخابات وخلاص ما نفكرش بعدها يوم 25 ولا يهمني، وهذا جزء ربما لمناكبة أو كره في الأجسام الموجودة، وهذا ربما يعني تلتمسه العذر، لأن يروا في هذه الأجسام المنقسمة يعني يروا فيها هي سبب المشكلة. وهناك طرف آخر يقول أن نحن خلاص وصلنا إلى النهاية، فيجب أن نحن نحافظ وهي وسيلة إلى توصلنا إلى بر الأمان، ولكن نبوها بطريقة صحيحة، يعني تكون تنهي أن هذا الانقسام الحقيقي ونقبل بالنتائج. إحنا اليوم يا سيدتي والمشاهدين لا أحد يتكلم على قبول النتائج، ولا المجتمع الدولي، ولا حتى من يطالب يوم 24. يعني حتى المرشحين اللي الان يتكلموا في 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 الاعلام او يتكلموا على السوشيال ميديا سواء كان المقروءه والله المسموعه ولا غيرها، لم يذكروا انا يقول المرشح الفلاني انا مرشحكم وسنقبل بالنتائج، لم نسمعها من اي احد، ولا حتى المجتمع الدولي اللي الان يهمه الانتخابات يوم 24 وخاصه من الجانب الامريكي. نحن نعلم جيدا ما هو يعني هدف الجانب الامريكي، هو الجانب الأمريكي والآن والمجتمع الدولي اللي الآن أنت كما تعلمين يعني الخصام على الشرعية محلية، هناك نفسها خصام على الشرعية دولية، هناك من وخاصة في دخول المرتزقة وغيرها، هناك من يقول دخل أخذت أمر من البرلمان الشرعي، وهذاك يقول من حكومة الوفاق الوطني الشرعية، فهناك فكل الآن يبوا ينهوا هذه الشرعية بانتخاب رئيس، وانتخاب رئيس سوف ينتخب الرئيس يوم 24، والمجتمع الدولي بعدين لا يلتفت إلى يوم 25، يأخذ هذا الرئيس ويلقي به خطاب ربما في أروقة الأمم المتحدة بإخراج المرتزقة اللي هي مناكبة ما بين روسيا وأمريكا، ويعطونه بظهره. يعني تعتقد أن العالم لا يأبه، تعتقد أن العالم لا يأبه الآن ماذا سيحدث في ليبيا ما بعد انتخاب الرئيس إذا كانت النتيجة غير راضين بها؟ أبداً لن يتكلم المجتمع الدولي لا من بعيد ولا من قريب على قبول النتائج وعلى ما بعد يوم 24.
الكل اليوم يتكلم على يوم 4. تحدثوا عن المعرقلين، لكن عن من سيعرقل؟ العقوبات المعرقل ستتم. المعرقل المعرقل يتكلم عن المعرقل من يعرقل يوم 24، لكن من يعرقل بعد يوم 25 لم يتكلموا عليه. طيب. تكلموا على ان من يعرقل الوصول يوم 24 لانتخاب رئيس حتى ناخذ منهم هذه الشرعيه من هذه الدوله الشرعيه من رئيس ونخرج به سين او صاد. طيب خلينا ننتقل بهذا وناخذ راي السيد عبد المنعم. ايضا سيد عبد المنعم، هل العالم تعتقد بانه المجتمع الدولي، عذرا، المجموعه الدوليه ككل اللي هي من وضعت تاريخ 24 ديسمبر الذهاب للانتخابات، هل تعتقد بانها فعلا هي متغافله او غير آبهه بماذا سيحدث ما بعد يوم 24 ديسمبر بمسألة القبول بالنتائج، الضمانات، كل هذا؟ شوفي سيدة رغدة، يعني يجب تكون لنا قناعة تامة أن المجتمع الدولي منقسم حول ليبيا. ليس هناك رؤية موحدة من قبل المجتمع الدولي حول القضية الليبية، لأنه إذا كان هناك رؤية موحدة وهناك موقف موحد لكانت حلت القضية الليبية وتم انتقال سلمي بأي طريقة للسلطة. لكن يعني كما هناك انقسام محلي في الداخل، هناك انقسام دولي، وفي تصوري أن الاتفاق بين الليبيين هو أقرب إلى التوافق الدولي حول القضية الليبية، وبالتالي حتى مواقف الدول اللي هو الإقليمية والأوروبية سوف يتوقف على النتائج العملية الانتخابية. يعني الطرف الذي سوف يفوز في الانتخابات سوف يتغاضى حتى وإن كان هناك يعني خلل في عملية الانتخابات، سوف مؤيدينه من الأطراف الدولية سوف يتغاضوا عن هذا الخلل، وحتى وإن كان عملية تزوير أو غير ذلك، وسوف يرحب بالنتائج على عكس الأطراف الأخرى التي تؤيد أطراف خسرت الانتخابات. إذن الموقف يتوقف على حسب النتائج، هذا فيما يخص الموقف الدولي. نعم. طيب فيما يخص بيان البنيان المرصوص الآن، ما مدى ثقل بيان البنيان المرصوص في المشهد السياسي الليبي الآن؟ بالتأكيد للسيد عبد المنعم، عذرا. بالتأكيد يعني هي قوة فاعلة على الأرض، وهذه تستطيع أن تعطل الانتخابات وأن تعترض على نتائج الانتخابات، وبالتالي ما دامت هناك طلبات منطقية بإمكان معالجتها خلال هذه الفترة، لأن هذا هو التوافق. التوافق هو أن يذهب كل الأطراف إلى الانتخابات وهم مقتنعون بأنهم سوف يقبلون بالنتائج. طيب. لكن هناك أطراف يعني في هذه اللحظة قبل إجراء الانتخابات ب45 يوم هم يحذرون اللي هو سواء كان المجتمع الدولي أو المجتمع المحلي بأنهم غير راضون عن هذه القوانين الخاصة بالانتخابات، وبالتالي لن يقبلوا بنتائج الانتخابات. وهذا أمر طبيعي، إذا كانت أنت يعني لم ترضى بقواعد اللعبة فإنك لن تقبل بنتائج هذه اللعبة. داني أعود بس للسيد سعد في هذا السؤال تحديداً في موضوع البنيان المرصوص اليوم. سيد سعد، أسألك كذلك نفس هذا الأمر، بالنسبة لبيان البنيان المرصوص الرافض لقانون الانتخابات، هو مؤيد ليوم 24 ديسمبر ولكن رافض لكل ما جاء في قانون الانتخابات الآن، بهذا البيان، ببيان مجلس الدولة، خلينا نحكي على البنيان المرصوص تحديداً، لأن هي عملية وقوى وأمراء أو يعني مجموعات مسلحة وغير هذا كله، ما مدى ثقل هذا البيان في التحركات السياسية على الأرض الآن وفي المشهد السياسي؟ ريتي، مشكلة ليبيا تكمن في 25 مليون قطعة سلاح الموجودة لدى الأطراف المتصارعة، وبنيان المرصوص ليس بمعزل عن الأطراف، هي قوة موجودة في الغرب الليبي، وتمت يعني محاربة داعش في سرت، وهي قوة لا يستهان بها. فنحن هذه مشكلتنا، أن نحن يعني هناك من يقول مثلا المشكلة في مجلس النواب ومجلس الدولة، لا يا سيدتي، مجلس النواب ومجلس الدولة سرية من هذه الكتائب تقبض عليهم وتحطهم في البوكس، يعني ما فيش. لكن الآن المشكلة في المسلحين، ومن يجد ضلته، ربما هناك أطراف أصلا مش تبي 24، ما تبيش حتى اليوم 24 ولا تبي قيام الدولة، وخاصة المسلحين واللي يمتلكون السلاح شرقا أو غربا وجنوب، هذوم لا يريدون قيام الدولة. فأي تشريعات مخلة أو يجدوا ضالتهم فيها ويعرقلوا الانتخابات، فهذا شيء طبيعي. فلهذا لماذا نحن مجلس الدولة
ننادي بتصويب التشريعات حتى لا يجد أحد ظلته في هذا الاختراق ويطلع بوجه إن هو هذا اختراق وغير تشريعات ونحن لن نقبل. هو ربما في الأصل لن يقبل أصلا قيام الدولة، لأن قيام الدولة حتنهيه هو. فنحن المجلس الدولة نطالب بتصويب القانون، ونشد على سيد أحمد السيد الكور عندما قال يجب على مجلس النواب تصويب هذا القانون واجتماع رسمي. وأيضا نحن مجلس الدولة طرحنا قانون الانتخابة، وبإمكان الآن يعني عندما فشل 75 هي أنت ريت الخارطة الطريق يعني واضحة، خارطة الطريق واضحة فيها مشاركة الاستحقاقات، وبعدين صحيح. إذا لم يتفق البرلمان والدولة يمشي ل 75 ما صارش اتفاق مجلس النواب والدولة في فبراير وفي مارس انتقل إلى ال 75. ال 75 فشلوا في الاجتماعهم الأول والثاني. للأسف أن البعثة الأمم المتحدة لم تستدعى ال 75 بوضع قاعدة دستورية والقوانين طيب. وقاعدة دستورية، فهنا أيضا طالبوا ال 75 ولكن للأسف فهذا يعني الكل طيب اليوم في غياب قاعدة دستورية، في مطالبات بوجود قاعدة دستورية، مطالبات بالتوافق، رفض للقانون الموجود من قبل أطراف في الغرب الليبي تحديدا وحتى من قبل مجلس النواب، اليوم برأيك وبقراءتك وأنت عضو في المجلس الأعلى للدولة، المجلس اليوم اللي هو رافض هذا القانون، ما الذي يفترض أن يقوم به المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب سويا حتى يصلوا إلى توافق يجنبنا من كل هذه المخاوف التي نتحدث عنها اليوم؟ رأيي الشخصي يا سيدتي العزيزة والمشاهدين، إن بالنسبة للمجلس النواب ومجلس الدولة يعني التوافق يعني يكاد يكون معدوم، ولنا تجربة في السابق طيلة الوعد إذا لا توافقوا من شهر فبراير حسب خارطة الطريق، ولكن خارطة الطريق أعطتهم فترة ولم يتوافقوا ونقلت منهم هذا الاستحقاق إلى الخمسة وسبعين. وإحنا حتى السائل يسأل يعني الواحد يسأل نفسه لماذا في 75؟ لأن نحن لا يوجد توافق ولا يوجد توافق على جسم لا برلمان ولا مجلس دولة. إذا كان في توافق الليبيين كلهم على البرلمان، رأوا البرلمان هو اللي مشكل حكومة ولا صارت 75 ولا صار شيء، لكن ما دام كل شيء بالتوافق وال 75 يجب يرجع الآن القاعدة الدستورية ترجع ال 75، وهذا ليس بالآن الحمد لله حتى عبر الزوم كمان أن نتحدث الآن كل واحد في مكانه ويتكلم ويتفقوا على 75 ويتوافق عليها المجتمع الدولي ويتوافق عليها البرلمان ومجلس الدولة ويصدر ونهائية يصدرها البرلمان. لكن أن الآن أن بالنسبة لتوافق مجلس الدولة والبرلمان أعتقد في هذه الفترة الضيقة لا يمكن يحدث ذلك. طيب شكرا لك سيد سعد، أنتقل للسيد عبد المنعم. أيضا في هذه الفترة والوقت ضيق جدا حسب أكيد مثل ما ذكر سيد سعد ومثل ما نرى أمامنا في هذا العداد أيضا اليوم للانتخابات، في هذا الوقت هل ممكن أن يصل مجلس النواب ومجلس الدولة إلى توافق أو ما البديل؟ هو مسألة التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة يعني أنا أشوف في الفجوة بعيدة يعني أو كبيرة جدا، يعني لا أتصور أن الوصول للتوافق، لكن خلي نقوله أن مجلس النواب يجب أن يتوافق هو يعني حول هذه القضايا، قضايا القاعدة الدستورية وقضايا قوانين الانتخابات. يا سيد رغدة لازم يعرف الليبيين أن مجلس النواب ما هوش متوافق على قانون الانتخاب الرئيس بالذات، يعني خلينا من قانون انتخاب البرلمان هو نفس القانون اللي انتخب على يعني في 2014 بواسطته البرلمان الحالي. لكن مسألة انتخاب رئيس الدولة رأوا فيه معارضة من قبل عدد كبير من أعضاء مجلس النواب من البداية وعبروا عن رفضهم، وأن القانون لم يصوت عليه في بشكل نهائي، وهذه يعني ظاهرة مؤكدة جدا ومخالفة للمادة 138 من النظام الداخلي، وحتى التعديلات حقيقة يعني خالفت إرادة القاعة اللي قالت إن راه الجنسية شرط أساسي. نعم. إن أي مرشح ما يكون عنده جنسية إلا جنسية ليبية. فمسألة هو التوافق يعني اللي المفروض يكون بين أعضاء مجلس النواب، بحيث أن تخرج على اعتبار أن مجلس النواب ليس طيف واحد، مجلس النواب يمثل كل الليبيين بكافة توجهاتهم. فإذا ما عقدت جلسة صحيحة بنصاب
وكانت يعني هناك إرادة حرة للنواب بأن يصححوا الخلل في هذه القوانين، فهو أمر ممكن. وفي تصوري إذا ما أخذت هذه الملاحظات في الاعتبار بالتأكيد سوف ترضي كل الأطراف المعارضة لقوانين الانتخابات، لأن هذه الأطراف تعلم أن هذه القوانين قد فرضت في تبرق عن طريق مجموعة معينة، وكما ذكرت لك يعني في أحد النقاط تم التصويت عليها وأخذت الأغلبية اللازمة، وهو شرط الاستقالة على اعتبار يعني كان هناك مطرح فيما يخص اللي هو أي مرشح يعني له وظيفة قيادية أو سيادية يريد أن يترشح إلى رئاسة الدولة عليه أن يقدم استقالته قبل عملية الترشح. تم التصويت على هذه المادة وأخذت الأغلبية وتم تغييرها. نعم، التصويت تم إعادة صياغتها بشكل آخر بعد أن تم التصويت عليها. نعم، واضح. فهذه مشكلة. فمسألة التوافق، بإمكان مجلس النواب أن يحدث توافق إذا ما أتيحت له الظروف الملائمة بأن تكون هناك جلسة شفافة، يعني تدعو إلى جلسة شفافة في منطقة محايدة ربما حتى تجمع كل النواب. نعم. نشكرك جزيل الشكر سيد عبد المنعم، بس وصلنا لنهاية هذه الحلقة. السيد عبد المنعم بالكور عضو مجلس النواب، والسيد كذلك سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة، أشكر كلاكما على وجودكم معنا في هذه الحلقة من هذا المساء. الشكر كذلك للسيد محمد العباني عضو مجلس النواب، والسيد عبد القادر الحويلي عضو المجلس الأعلى للدولة على وجودهم معنا في هذه الحلقة من هذا المساء الليلة للحديث عن هذه الاعتراضات ورافض لقانون الانتخابات. شكرا لكم مشاهدينا ودمتم في رعاية الله، مع السلامة.